السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.
ما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.